أن أعطي الكلمة لأخي السي محمد اليازغي. أود أن أشير إلى أن السي محمد كان من القادة القلائل جدا الذين يتابعون الحركة الأدبية والفنية في بلادنا بطريقة منهجية. كان يقرأ لكل الكتاب المغاربة تقريبا، وأيضا لكتاب من العالم العربي. وأتذكر أننا في نهاية السبعينات كنا في اتحاد كتاب المغرب قد استضفنا عددا من الكتاب العرب، من ضمنهم الروائي الكبير عبد الرحمن منيف وصنع الله إبراهيم وجمال الغيطاني. وفي عشاء عند الأستاذ محمد برادة ناقشهم في قضايا كثيرة، من ضمنها قضية الوحدة الترابية، ولكن أيضا ناقشهم في أعمالهم الأدبية. وأتذكر أن هؤلاء الأصدقاء فيما بعد عربوا عن اندهاشهم من كون قائد سياسي له هذه المتابعة. ومن ضمن اهتمامات سي محمد اليازغي أيضا الفنون التشكيلية. كان يحضر جميع المعارض التشكيلية التي تقام في المغرب، وله علاقة مباشرة بعدد من الفنانين. كانت له علاقة صداقة مع الفنان محمد القاسمي، ومع الله يرحمه، ومع فنانين آخرين. تحية لهذا الجانب المهم والمضيء في حياة السي محمد اليازغي، أدعو الأخ المناضل بوشعيب بن المقدم من مدينة الجديدة إلى تقديم لوحة من فنان معروف من مدينة أزمور، هو الفنان عبد الكريم الأزهر، تذكارا لهذا اللقاء الذي نعيشه اليوم. سيداتي، سادتي، إخواني، أخواتي، في البداية لا بد أن أشكر لمؤسسة عبد الرحيم بوعبيد هذه المبادرة التكريمية التي جاءت أقول في وقتها لجعلي أشعر شعورا قويا بأهمية الظرف الذي يعيشه المغرب. إن هذه المؤسسة، مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد، والتي غادرتنا رئيستها زوجة المرحوم عبد الرحيم بوعبيد نجاة بوزيد في الفترة الأخيرة، كما غادرنا أحد مؤسسيها الكبار عبد الرحيم الشرقاوي. فأريد بهذه المناسبة أن أحيي هذه الشخصيتان البارزتان في بناء هذه المؤسسة الهامة التي تقوم بدور هائل كميدان ومجال فكري مفتوح لحوار ومناقشة القضايا الوطنية الكبرى للمغرب، سواء في عمقه الإفريقي أو في وجوده العربي أو في علاقته مع أوروبا. كما أن هذه المؤسسة فتحت مجالا للحوار حول قضايا المجتمع المغربي، وهي قضايا شائكة وقائمة، وربما ستستمر مدة إلى أن تجد حلولا صحيحة للمسار الديمقراطي، وحلول صحيحة لبناء مجتمع العدالة والتنمية والتطور والحضارة. بطبيعة الحال أريد بهذه المناسبة أن أؤكد شيئا برز لي في الفترة الأخيرة،
وهي أن السياسة الجديدة للحكومة الجزائرية لا تسير في اتجاه ما نادى به المغرب من علاقة أخوية وعلاقة جديدة تبنى بين الجيران على أساس الاحترام والتعاون وتجاوز المشاكل. مع الأسف لاحظت أن الحكومة الجزائرية ستسير في اتجاه خطير ربما على المنطقة. وما القرار الذي اتخذته بتخليها عن أي سلطة في مدينة تندوف وإعطاء الحركة الانفصالية كل السلطات في هذه المدينة والمناطق المجاورة لها، وبالتالي يجعل احتمال أي احتمال للتصعيد في المنطقة لا يخدم في النهاية لا مصلحة المغرب ولا مصلحة الجزائر. وهذا بطبيعة الحال جعلني كذلك أتأكد منه بسبب الجولة التي تقوم بها الحكومة الجزائرية برفقة حكومة جنوب إفريقيا الآن في إفريقيا، وهي حركة تستمر كذلك على المستوى العالمي، وهذا لا ينبئ بموقف جديد إيجابي في المنطقة، وهذا احتمال يجعل مخاطر حروب جديدة في المنطقة لا يمكن أن يستثنيها الإنسان من احتمالات التي تريد. وبطبيعة الحال بالنسبة لهذه القضية أعتقد على أنه يجب أن يبقى المغاربة مجندون وحاضرين ومعبؤون، لأن القضية الصحراوية لم تنتهي رغم أنها انتهت في المنطقة وانتهت باسترجاع المغرب للساقية الحمراء والذهب وبروز إرادة في المنطقة الصحراوية للاندماج في الوطن الأم، لكن رغم ذلك تظهر العلاقات المقبلة لا تنبئ كما أراد المغرب بانفتاحه وبخطابه المعتدل اتجاه الجزائر ودعوتها لبناء علاقة جديدة، أن هذا الخطاب لا يجد صدى مع الأسف عند الحكومة الجزائرية. وبالطبع إن تخلي السلطات الحكومة الجزائرية عن أي سلطة في منطقة تندوف ليس مسألة إيجابية على المنطقة، لأنها تشجع الحركة الانفصالية على أن تجعل من هذه المدينة قاعدة حرب ضد المغرب وربما ضد المنطقة كلها، وشعل الحرب فيها بما فيها منطقة مالي والمناطق المجاورة لهذه الأقاليم. أيها السادة أيها السيدات، بطبيعة الحال مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد تلعب دورا أساسيا في القضايا كما قلت، سواء بالنسبة للمسار الديمقراطي الذي يحتاج إلى نقاش وحوار مستمر داخل الشعب المغربي لبناء حقيقة الحريات العامة بناء صحيحا وترسيخها في المجتمع، وكذلك لإعطاء المسار الديمقراطي بعدا جديدا ومسارا جديدا يكفل فيه المغرب لبناء الديمقراطية كما يريدها، دولة ديمقراطية حقيقة لصالح المجتمع كله ولصالح التطور والتقدم للمغاربة جميعا. أريد بهذه المناسبة كذلك أن أحيي مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد التي جعلت كما قلت من المؤسسة ميداناً وميداناً واسعاً للحوار الفكري، سواء الحوار بالنسبة للمغرب في بعده العربي وعمقه الإفريقي وعلاقته بأوروبا، أو في ما يخص المجتمع المغربي الذي يحتاج
إلى تحليل ويحتاج إلى دراسات ويحتاج إلى تعبئة لأبنائه حتى نصبح بالفعل مجتمعا حضاريا متقدما متطورا ديمقراطيا يكون مجال فيه لأبناء الشعب المغربي وبناته أن يعيشوا في بلد يتمنى الجميع أن يعيش فيه. وبالطبع إن هذه التظاهرة حقيقة أثرت فيها تأثيرا كبيرا، لأن مبادرة مؤسسة عبد الرحيم بوعميد هي مبادرة جعلتني أشعر بفخر بانتمائي لهذا الوطن، وجعلتني أشعر وأفتخر بانتمائي لهذا البلد وبانتمائي لهذا الشعب الكريم الذي نريد له حرية أكثر ومجال أكثر لممارسة الديمقراطية في بلادنا. سيداتي سادتي، أشكر مجددا مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد، وأريد فقط هنا أن أشير باقتضاب إلى الشخصيات التي غادرتنا من المؤسسة. رئيسة المؤسسة نجت بوزيد زوجة المرحوم عبد الرحيم بوعبيد، غادرتنا في الفترة الأخيرة، كما غادرنا عبد الرحيم الشرقاوي صديق ورفيق عبد الرحيم بوعبيد، وأحد مؤسسي المؤسسة وأحد بنات المؤسسة مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد الثقافية والفكرية. وبالطبع لا يمكن إلا أحيي هذه المرأة التي لعبت دورا أساسيا خصوصا بعد وفاة زوجها من داخل المؤسسة التي كانت مجالا خاصا ووحيدا ربما فريدا في المغرب لمناقشة كل الأفكار وكل الطروحات داخل البلاد وقضايا العمق التي تهم الشعب المغربي. شكرا للمؤسسة، وبطبيعة الحال أوجه نداء بهذه المناسبة لدعم هذه المؤسسة حتى تستمر في بناء دورها الحضاري، دورها الحضاري المتمثل في شخصية اسمها عبد الرحيم بوعبيد الذي لا يمكن أن ينسى أحد ما أعطاه لبلاده وما كيف تصرف كقائد سياسي وكزعيم سياسي في توجه نحو المصلحة، مصلحة الشعب المغربي، مصلحة الوطن كمغرب، ومصلحة الجماهير الشعبية وإعطائها الأولوية سواء في علاقته داخل الشعب أو في علاقته مع الحاكمين. شكرا للمؤسسة مجددا، ونتمنى إن شاء الله أن نلتقي في مناسبة أخرى، وشكرا.